ايه ده؟ وده وقته عم حسن؟ ايه خايف عليا لا تستهوى؟ لا مش القصد يعني. أول مرة أشوفك منشكح كده يا أستاذ يوسف. طب قول يا رب دايما يا عم حسن. يا رب؟ إيه رأيك في كوبايتين شاي تقال؟ نشربهم كده وإحنا بنسمع الست. لا يا راجل يا طيب، أنا ما عنديش وقت. أنا عايز آخد المكنة كده وأطلع ألف بيها وأشم شوية هوا نضيف. خد. خلى يا أستاذ يوسف. خد مش خسارة فيه. حبيبي عم حسن. لما أرجع بقى أكمل غسيل. السلام حسن. استاذ يوسف، مين اللي دخل اوضتي وانا مش موجود؟ دخل اوضتك؟ لو حد دخل اوضتك انا كنت حسيت بيه. انا نومي خفيف. نومك خفيف ايه؟ ده الاوضه مقلوبه فوق، في حد دخل فتش فيها. مين؟ لا اله الا الله، امال انا بعمل ايه؟ في حد ساكن في البنسيون جديد؟ مفيش، هم نفس الخلق العكره. طيب ضاحي يكونش رجع يعني تاني؟ وايه اللي هيجيبه بس يا استاذ يوسف؟ معرفش. شكله عامل ازاي ضاحي ده؟ يعني اسمراني حبتين الا بس عافيه. على من مؤاخذه يا استاذ يوسف، انت بتسال ليه؟